من الحاجات اللي مستغربها انه لغاية دلوقتي الفن معبرش، رغم ان المأساة كبيرة. كان نفسي نلقى قصيدة شعر، أغنية، عمل فني يعبر عن المأساة اللي احنا فيها. وبعدين قلت أدور على اليوتيوب، فلقيت أغنية الراحلة أم كلثوم أصبح عندي الآن بندقية. أم كلثوم بتغني، نزار قباني اللي كاتب، عبد الوهاب اللي ملحن، حتة أغنية يا ناس. بس أرجوك اسمع الكلام، لأنه في جزء من الأغنية في جزء مؤلم جدا بالنسبة لنا، إن هي بتقول ونزار قباني بيقول إن بقالنا 20 سنة مش عارفين نحل قضية. طبعا دلوقتي إحنا يعني كان زعلان إنه عدت 20 سنة ومش عارفين نحل قضية القدس. أنا عايز أوري حضراتكم، اسمع، أنا عارف في أجيال جايز ما سمعتش الأغنية دي، اسمع المزيكا، اسمع الكلام، اسمع أم كلثوم، اسمع العمل عامل إزاي. مغنية مصرية وملحن مصري أستاذ وشاعر عظيم من سوريا. هو ده الكلام، شيء لم يتكرر ولن يتكرر. قلت ايه؟ يبقى في اغنية تبقى معانا. نحن شعوب تعبر عنا اشعارنا، غناؤنا، آلامنا. اسيب حضراتكم على الاغنية ونطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ارجوكم ابقوا معنا. حزينة كوجه مجدلية إلى القباب الخضر والحجارة النوية. 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية، أبحث عن بيتي الذي هناك، عن وطن المحاط بالأسلاك، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي، عن صوري، عن كل ركن دافئ وكل مزهرية. إلى فلسطين خذوني معكم يا أيها الرجال، أريد أن أعيش وأموت كالرجال. أصبح عندي الآن بندقية، فدا مع الرجال مصدق.